قامت وزارة التجارة والصناعة متمثلة بمفتشي إدارة الرقابة التجارية وبالتعاون مع فريق من الهيئة العامة للقوى العاملة بجولة تفتيشية على مكاتب استقدام العمالة المنزلية بمنطقة حولي في أول يوم من تطبيق القرار الوزاري الخاص بأسعار استخدام العمالة المنزلية والبيان المشترك في شأن الالتزام باستخدام أجهزة الكينت في عمليات تحصيل الرسوم. قمنا اليوم بجولة تفتيشية على مكاتب استخدام العمالة المنزلية لتطبيق قرار 103 لسنة 22 بالنسبة لأسعار استخدام العمالة المنزلية. العمالة الآسيوية ب 750 دينار شامل التذكرة، والعمالة الأفريقية 575 دينار شامل التذكرة، والاستخدام جواز من رب الأسرة 350 دينار. وتم التفتيش على المحلات والمكاتب استخدام العمالة المنزلية، وتم تحرير محاضر ضبط المحلات المخالفة وإغلاق كذا منشأة. بالنسبة إذا كان الجواز من رب الأسرة أو الكفيل يكون المبلغ 350 دينار، وهناك تعليمات مشددة من مدير إدارة الرقابة التجارية في أي محل مخالف يتم تحويله للنيابة وإغلاقه فوراً.